ايه تراك مو بنت اللي سهران طول الليل تطبل وتبهر هالطقة بالروب واللومي الاسود. اذا ما اكلناها اليوم هار بالهار نفس الكباب البهريني. واذا صرت معاكم مرة تانية اعتبروني السبال رقم واحد. ان هالمكان وادي ولازم نغيره فورا ونخيم في مكان امن. حسبي الله عليك يا جاجا، قلنا لك سله الشطاف، ما قلنا لك تخلي بهالقوة. شامبيون شل السيل يا الربع تلاحقه. شوف يا مدير الجروب مالهم، والله الناس ديل في غاية الكرم، عاملين لينا صونا أورجانيك. يا سلام، واه خد نفسي.